كمان مجلس اداره النادي الاهلي النهارده برئاسه كابتن محمود الخطيب كان حريص على الاجتماع بلاعبات الفريق لكره السله سيدات وجهازهن الفني والاداري والطبي لتكريم الفريق بعد حصولهن على خلال هذا الموسم المنقضي على بطولة منطقة القاهرة وكأس السوبر المصري وكأس مصر وبطولة دوري السوبر والدرع العام لهذه البطولات. كل يوم هتجدوا مثل هذه التكريمات. عموما تعالوا نشوف كلمة قالها كابتن محمود في تكريم سيدات الأهلي للكرة السلة. الحقيقة احنا سعداء بيكم النهاردة، احنا بنتشرف بيكم ان احنا نقعد معاكم. عندنا مجموعة ما شاء الله من اللاعبات على مستوى عالي جدا، وشخصيات كلهم شخصيات حقيقة تنم عن النادي الأهلي وعن شخصية النادي الأهلي. معاكم جهاز ما شاء الله كفاءة عالية جدا، ويمكن ملاحظتنا احنا او انا ان انا قعدت بتفرج يعني عليكم، حاسس ان في زي هارموني كده بين الجهاز وبين الحمد لله لعبتنا يعني. كابتن طارق كمان هو الحقيقه يمكن مش عايز اكبره، مش عايز اقول والدكم، بس اخوكم الكبير يعني ليكم وللجهاز. ابن من اولاد النادي اللي الحقيقه اتربى في النادي، فعارف كل لحظه ممكن يقضيها في النادي يقضيها ازاي، ويقضيها لإضافة تاريخ ومجد طالما نقدر نعمل كده. انتوا مجموعة من اللاعبات الحمد لله على مستوى عالي جدا، وتملكوا إمكانيات كبيرة جدا، والنادي بتاعكم بيملك إمكانيات كبيرة، جهازكم مستوى يعني مستوى الأول الموجود في مصر، وكمان برضو بيملك إمكانيات بشرية وإمكانيات فكرية غير الأمور الفنية كمان يعني. فاحنا كمنظومه اعتقد ان هي منظومه مؤهله للنجاح، ومؤهله للنجاح الكامل مش مؤهله للنجاح. الحمد لله انا خدت كده من الكابتن خالد العوضي، قلت له الدنيا بس السنه دي عملنا ايه كويس، فلقيت ان احنا الحمد لله كاس مصر بطوله منطقه القاهره، اعتقد ان دي تبقى فرق القاهره بس، كاس السوبر المصري، دوري السوبر، وخسرنا الدوري المرتبط طلعنا المركز الثاني. اوكي سنه كويسه الحمد لله، لكن مش كامله، وانتوا تقدروا تبقى السنه بالنسبه لكم كامله. تركيزكم، اصراركم، التزامكم بالامور الفنيه، علاقتكم انتوا ببعض كمجموعه، دي عناصر نجاح تقدروا تعملوا ده. اذا كان راح في النهايه بطوله انا زعلان عشانكم، لان البطوله دي كانت ممكن تتكتب في التاريخ كل واحده فيكم. الحمد لله سنه طيبه زي ما قلتوا جيده، بس احنا كنا ممكن تبقى جيده تبقى ممتازه يعني. الحمد لله على كل شيء. طب احنا بقى هنعيش على المكسب اللي فات والسنه اللي فاتت، ولا هننسى ده وهنفكر في السنة الجديدة؟ لو انتوا عشتوا على المكسب الحالي هتخسروا، لازم تفهموا الكلام ده كويس. ولا انتوا تستحقوا ده، ولا جمهوركم يستحق ده، ولا ناديكم يستحق ده. فلازم ننسى اللي فات ده، ما سبق ده خلاص انتهينا منه، واحنا قاعدين عشان نشكركم ونقول لكم مبروك، وكمان او نوصي او كمان بس نلمس كده، السنة الجاية سنة صعبة. صعبة لأن أنتوا أبطال. صعب مش صعب على الغير، مش صعب على اللي مش بطل، مش صعب عليه إنه عادي. لكن البطل دايما هو ده اللي الاستمرار كبطل هو ده الصعوبة. تاني بشكركم جدا لأدائكم، بشكركم جدا لالتزامكم، لإصراركم، لروحكم، لعلاقتكم ببعض، لأن أنا شايف الأولاد حتى اللي ما لعبوش، ودي يمكن حاجة فنية، فرحتهم أكتر من اللعب. هو ده المكسب يا شباب، هو ده المكسب بتاعنا.
ألف مبروك لسيدات السلة وألف مبروك لسيدات الطائرة، وكلام مهم جدا. وزي ما حضراتكم شايفين مساندة دائمة من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود، لكابتن محمود الخطيب، لكل الإنجازات التي تحدث. ودائما ما يذكر الجميع، هتجد هذه الكلمة في كل التكريمات القادمة والسابقة، ألف مبروك، عملنا اللي علينا السنة دي، عايزين السنة الجاية هتبقى أصعب وأصعب وأصعب. ومش هأذكر حضراتكم أن كابتن محمود الخطيب قال هذه الكلمات السنة اللي فاتت في نفس التوقيت تقريبا، ولكن كانت حفلة مجمعة اتكلم فيها عن أنه إن شاء الله ربنا يكرمنا، والحمد لله أن ربنا كرمنا السنة اللي فاتت وعملنا وخلينا وسوينا، ولكن السنة اللي جاية أصعب. وبالفعل سنة كانت صعبة جدا جدا جدا. وجهة نظري أن السنة القادمة أيضا ستظل صعبة، والسنة اللي بعدها ستظل أصعب، والسنة اللي بعدها ستظل أصعب. هذه هي الرياضة، ودايما يجب أن أنت يكون عندك كلاعب وكمدرب وكإداري حافز لما هو قادم. والحافز